إلى أن تدركه الرحمة، فبيدس البحر فيه رمل البحر أو تراب البحر. مش حاجة غريبة؟ إيه الملاك الغريب ده؟ إيه الملاك اللي خايف إن واحد يقول الشهادة قبل ما يموت فتدركه رحمة ربنا؟ عايز يقتله قبل ما يتمم التوبة، زي ما رجم ناس ابتدت حياة التبكيت جواهم. مش عارف. طيب، قدمت الفكر المسيحي، أعتقد واضح. قدمت الفكر التاريخي من البرديات ومن الأدلة التاريخية بالتفصيل، أعتقد واضح. قدمت لحضراتكم الفكر المكتوب في الفكر الإسلامي، وأعتقد الفكر الإسلامي واضح لكل إنسان شاف معانا إن هو مش مطابق للفكر التاريخي ولا طبعا الكتاب المقدس. حاجة صغيرة سأبدأ بيها سؤالي وأنهي بيها كإجابة دلوقتي. سألت حضراتكم سؤال صغير، الفيلم اللي عرضته لكم في البداية، لو حد بيتفرج على فيلم الضربات العشرة بأي نوع من أنواع الأفلام اللي نزلت وتسأل من حد ملحد، قصة دي حقيقية؟ أعتقد دلوقتي بدل البعض اللي في الروم من شوية قال حقيقية، أعتقد كل الروم المفروض معايا تقول قصة حقيقية. أقدر أأكد لحضراتكم كل شيء حصل وشفناه في الفيلم مع بعض، للأسف الإخوة المسلمين ما قدروش يقولوا إن هو كله حقيقي لأنه مش مكتوب عندهم، مكتوب أشياء عكسه في بعض الأحيان، لكن كل إنسان مسيحي يقدر يفتخر إن رغم الكتاب المقدس ليس كتاب تاريخي، ولكن ما كتب فيه لا يخالف التاريخ. فأعيد مرة تانية الفيلم للي ما شافش مع البداية معانا، لأن أنا عرضته في الأول، وأعتقد كل واحد بيتفرج عليه كل حدث بيحصل يقدر يقول ده فعلا من عمل ربنا. ربنا لما حب ينقذ شعبه المضروب المهان منزلش مباشرة ودمر وعمل، ولا نزل جبريل بجناحه يكسر ثلاث حتت وحاجات زي كده. طفل صغير على سبت في مية كان بيعدوا الخطة هتاخد 40 سنة لكن للوقت المناسب. أفرج حضراتكم الفيلم مرة تانية. نشوف فعلا شعب مذلول، شعب مضطهد بدون ذنب، كمان ولاده بيتقتلوا. ربنا يعد الخطة بطفل صغير، مش محتاج ربنا يبعت جبريل بجناحه الغريب، لكن بطفل صغير ربنا يقدر يعمل اللي هو عايزه. نلاحظ حاجة وحتى بنشوفها دلوقتي ونشوفها من الكتاب المقدس، اللي آمن من شعب مصر بكلام موسى دايما ربنا ما كانش بيبعت لهم الضربات. الضربات نفد منها كل واحد صدق كلام موسى ودخل البيت، أو حتى حمى ماشيته ودخل البيت. فضربات مصر ما كانتش لكل الناس، كانت لغير المؤمنين فقط. ضرب
الضربات اللي بنشوفها موجودة، بنشوف الظلمة، بنشوف الضفادع، بنشوف ضربة الدم، تاريخيا صحيحة، في ناس تانية معرفتش عنها حاجة. الفعل حصل والفراعنة بيشهدوا عليه، السماء بتبرق وصوت الرعد، وبينزل من السماء البرد اللي هو الهيل، ومعاه في نفس الوقت بينزل كرات نارية. الشعب مزلول بعد كل الضربات دي، وما تشالش عنهم الظلم. لكن على فكرة الضربة العشرة ما عملهاش موسى، موسى ما مدش ايده في الضربة العشرة، لكن ربنا هو اللي بنفسه تصرف الضربة العشرة. نلاحظ حاجة، وحتى بنشوفها دلوقتي ونشوفها من الكتاب المقدس، اللي آمن من شعب مصر بكلام موسى دايما ربنا ما كانش بيبعت لهم الضربات. الضربات نفد منها كل واحد صدق كلام موسى ودخل البيت، أو حتى حمى ماشيته ودخل البيت. فضربات مصر ما كانتش لكل الناس، كانت لغير المؤمنين فقط. الضربات اللي بنشوفها موجودة، بنشوف الظلمة، بنشوف الضفادع، بنشوف ضربة الدم، تاريخيا صحيحة، في ناس تانية معرفتش عنها حاجة. هرجع لكم حتة صغيرة جدا، شايفين مركبة فرعون غرزت ازاي، وشفنا اللوحة الفرعونية لما كانت بترسم لنا فعلا المركبات الفرعونية غرزت، والقدام شوية احتمال بعد كام شهر لما نوصل لسلسلة في الموضوع ده هنتكلم على أدلة الخروج وطريق الخروج، وهنتكلم على فعلا أثار المركبات الحربية حتى الآن موجودة في قلب البحر حتى الآن.
آخر أقول لحضراتكم على حاجة، كل كلمة مكتوبة في الكتاب المقدس مثبتة تاريخيا، رغم أننا مش محتاجين نثبتها بالتاريخ، احنا واخدينها بالإيمان. لكن اللي بيفكر في الموضوع ده بفكر تجريدي الحادي بدون إيمان يقدر يتأكد بنفسه أن الكتاب اللي في إيديه ده أعظم كتاب موجود على سطح الكرة الأرضية بالكامل، ليس فقط لمعناه الروحي، ليس فقط للخلاص، حتى لو هناخده بوجهة نظر تجريدية علمية أو تاريخية، الكتاب ده أعظم كتاب تاريخي رغم أنه مش كتاب تاريخي، وأعظم كتاب علمي رغم أنه مش كتاب علمي. ده بالفعل في الست دقايق اللي اتفرجنا فيها في الفيلم ده شفنا شعب ضعيف قوي، اتضرب كتير وتزل بدون سبب، في ناس كتير مننا مزلولة ومضروبة، وشايفين اللي بيحصل في مصر خاصة السنة دي كلها اللي عدت وقربت تنقضي خلاص. شعب مصر، شعب إسرائيل كانوا منتظرين ربنا يدخل ويبيد شعب مصر، لكن مش دخلت ربنا. معلش ساعات ربنا بيسيب الضربات بتزيد، ومعلش ساعات ربنا بيصبر وبيدي مش 50 سنة ولا 100 ساعات، بيصبر لغاية 200 وشوية سنة، لكن لما بيتصرف بيتصرف في الوقت المناسب. أعتقد في ناس كتير من شعب إسرائيل فرح بيهوى وشكروا حتى على سنين الاضطهاد، لأنه عرف يهوى بقوة بعدها. يمكن احنا ما نقدرش نفهم المنظر ده، أعتقد أي حد فينا لو كان هيمشي وسط البحر بالمنظر الرهيب ده كان هيعرف يعني إيه يهوى، يعني إيه العلي، بيعمل إيه بالظبط. لا، يقدر يعمل معجزات وقت ما يحب، يقدر يستخدم الطبيعة وقت ما يحب، يقدر يعمل كل حاجة. سؤال صغير اتسكر على التكست، بيقول كم ما هي الفترة الزمنية بين الضربة والأخرى؟ الضربات كلها في زمان كان تقريبا أقل من سنة، وده اللي بيخبرهنا الكتاب المقدس. ما بين بعض الضربات كان مدى أسبوع، بعض الضربات استمرت أيام، وبعض الضربات خدت فترة أطول، لكن أقل من سنة كانت الضربات كلها تمت. الفكر الإسلامي على فكرة، وممكن أجيبها لكم مرة تانية بصوت الشيوخ بيقولوها، اختلفوا فيها، البعض قال 15 سنة والبعض قال 40 سنة، لكن ده مش موضوعنا الآن. المهم حبيت أقول لكل واحد حتى لو كنت في ضيقة، انت شايف الضيقة اللي كان فيها شعب بني إسرائيل، وفي بداية الفيلم شفت ازاي كان بيتجلد وكان ولادهم بيتقتلوا. يهوى ما بينساش حد، إلهنا العلي ما بينساش حد، حتى لو حصل لك أي مشكلة في الأرض انت منتظرك ملكوت السماوات، ولكن هو لو شاف وقت مناسب في الأرض يقدر يمد إيده بزي المنظر اللي شفته على المستوى الشخصي وأيضا على المستوى العام. ربنا يبارك حياتكم، آسف طولت، سامحوني، أعتذر، والمايك مع حضرتك أستاذ سيريان كريستيان.